أهلين وسهلين فيكي. مثل ما بتقولي الإنسان في ثلاث شغلات لازم يحاول ما يعملها أبداً. اسمحي لي حضرتك إني قلك ياهم: يعمل حلويات بلا سكر، ويطبخ بلا ملح، ويكون ضيف ما حدا طايقه أبداً، كلهم طعمتهم بشعة. وأنا برأيي قبل ما يشوفك حدا من العيلة ويطردك من هون روحي لحالك، وحدة بعمرك مو حلوة تنطرد. إذا في عاصفة بالصحراء يمكن الرمل يتحرك، بس الصخر بضل. مانك مصدقتيني؟ بدك فرجيكي؟ ايه تكرمي، بدي شوف مين من هاي العيلة الكبيرة رح يقدر يحركني خطوة من هذا البيت. راج باردان تعال! بابيتا وينك؟ تعالوا لهون! اجيت اليوم وبدي اشوف هالوجوه الكئيبة. خير؟ انت كيف بتتجرأي وبتجي على هذا البيت؟ بدك توطي صوتك شوي مشان صحتك. ولأنه الحكي بهدوء بفيد أكتر، خلص ما في داعي تعلي صوتك. أنا أجيت وما في بنيتي إلا كل خير، ولحتى أعزمكن على حفلة استلامي بيتي الجديد، وبدي الكل يحتفل ويفرح اليوم. خلصنا. انت بتعرفي انه ما في شي بيربطك فينا، وانت ما بتهمينا لنفرح لك. ما عاد في شي بيربطنا فيكن، لا انت ولا بنتك، وخلصت القصة. لا لسه ما خلصت. اقري شو مكتوب على هي الدعوة، وبعدها أنت فيك ترميها إذا بدك. روحي من هون.